بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 13 من سلسلة دروس شرح مختصر المنار، ووصلنا إلى قوله: التنصيص على الشيء باسمه العلم، وجعل بين قوسين مفهوم المخالفة. قال: والتنصيص لا يدل على التخصيص، يعني عبارة في غاية الاختصار. هنا إذا ما نص الشارع على أمر تناوله. طيب، هل معنى هذا أن الشارع قد نفى الصفة عن غيره؟ طبعا الشارع أو غير الشارع، الشارع حينما يقول مثلا: في سائمة الغنم الزكاة. طيب الغنم غير السائمة، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ تمام. عند الحنفية الحنفية لا يستدلون بالمفهوم المخالف، فيقول الشرع الشريف أثبت الزكاة في الغنم السائمة التي ترعى. طبعا أنا لا أتكلم عن الحكم الفقهي، ولا الحكم الفقهي شيء آخر، لأن الحكم الفقهي هو أعطاك خلاصة البحث. أنا أتكلم عن النظر الأصولي. النظر الأصولي ماذا يقول؟ يقول الشرع الشريف أثبت الزكاة في السائمة. طيب غير السائمة ماذا نفعل بها؟ مسكوت عنها، قد تدخل وقد لا تدخل. فليس لك أن تستدل بها استقلالا، انتبه جيدا. ولذلك كثير من المفاهيم المخالفة تجد الحنفية أخذوا المفهوم، لكن ليس على أنه دليل مستقل بأدلة أخرى. إذا قلت مثلا: ليقم زيد، وأنتم الآن مجموعة، أمرت زيدا بالقيام، طيب ما حكم عمرو الذي هو قد حضر المكان ولم أمره بالقيام؟ ما حكمه؟ مسكوت عنه. يعني لا أستطيع أن أقول عمر مأمور بالقيام ولا غير مأمور بالقيام. فإذا ما استدل إنسان على أن عمر مثلا هنا استدل على حكم لعمر من صيغة قولي ليقم زيد، وأثبت أن عمرا هذا حكمه عدم القيام، يكون هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المتكلم حينما قال ليقم زيد قصد زيدا بالكلام. طيب وعمر؟ عمر مسكوت عنه، فنبحث عن دليله. وهذا معنى قوله: والتنصيص لا يدل على التخصيص، يعني إذا ما تم التنصيص على حكم معين. فهل أستطيع أدل هل أستطيع أن أستدل بتنصيص الشارع على نفي الحكم عما عداه؟ لا أبدا، لأن هذا أمر مسكوت عنه.
طبعا هذا يسمى مفهوم المخالفة وهو درجات. هذا المثال أحيانا في بعض الصور عند جميع الفقهاء، عند جميع الأصوليين لا يحتج به، أو عند الأكثرين، مثل مفهوم اللقب، والمثال جاء عليه هنا حينما أقول محمد رسول الله. ما حكم عيسى؟ ما تكلمت عن عيسى هنا، ما قلت رسول ولا ما قلت رسول. الله تعالى قال هنا محمد رسول الله، فليس لك بهذا أن تستدل على أن عيسى ليس رسولا، وإلا لزم من قولنا محمد رسول الله ومن فهمك لهذا الكفر، لأنك ستنفي نبوة الأنبياء الذين سكت عنهم الخطاب هنا. نعم، وهذا مفهوم اللقب ليس بحجة عند أكثر الأصوليين، حتى الشافعية لا يحتجون به، كما قال ابن السبكي ومفهوم اللقب ليس بحجة عند الأكثرين. ثم انتقل الشيخ إلى قضية لها علاقة بهذا الأمر، وهي قضية المطلق المقيد. قال والمطلق لا يحمل على المقيد. ما هو المطلق؟ المطلق يعني المرسل الذي بلا قيد. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة هذا مطلق، أي بقرة تصح. المقيد صفراء، بقرة صفراء هذا قيد. فتحرير رقبة، رقبة هذا مطلق. مؤمنة هذا قيد. طالب قيد مطلق. طالب جزائري هذا قيد. تمام. في مذهب الحنفية إذا أطلق الشارع حكما ثم جاء فقيده في مكان آخر، فهل أستطيع أن أقول لا بد من القيد في كل مكان؟ الحنفية يقول لا، لا بد من تفصيل في هذا الكلام. فقال الشيخ هنا والمطلق لا يحمل على المقيد. حتى وإن كان في حادثة واحدة. ويضربون مثالا قول النبي عليه الصلاة والسلام أدوا صاعا من قمح أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير. هذا الحديث رواه عبد الرزاق وأبو داود وهو مطلق. لاحظ، نؤدي صدقة الفطر عن المذكورين. هذا الحديث جاءت رواية لعبد الله بن عمر، ولكنها رواية يروي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فقيد بأنهم من المسلمين. طيب، فلو كان عندك عبد كافر مثلا وأنت تنفق عليه وكذا وكذا، فهل نعمل بالمطلق؟ أنت تؤدي يعني، هي صدقة للمسلم ليس للكافر، حتى لا يقول هذا والله ليس من القربات، لا لا، هذا أمر آخر، هو تحت يدي وأنا أنفق عليه، والله سبحانه قد فرض علينا صدقة كما فرض في هؤلاء العبيد الزكاة مثلا إذا كانوا معدين للتجارة، فهذا أمر آخر، ليس العبادة لذلك الكافر، هذا أمر بالإجماع ليس له. فهل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ الحنفية لا يحملون،
فيقولون الشارع كان قادرا أن يقيد بهذا القيد، ما دام أهمل القيد ما أهمله إلا لحكمة. والمثال الأشهر طبعا هنا تذكرون قول الشافعية الذي أخذناه في ورقات، فيحمل مطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. جاءت الآية تقول فتحرير رقبة في كفارة الظهار، وكفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا يعني إذا كنا في حادثة واحدة في حادثة صدقة الفطر لم نحمل مطلق على المقيد، فهنا من باب أولى أن لا نحمل المطلق على المقيد لأن السبب قد اختلف، وربما يكون فيه حكمة. يعني قتل أخرجت نفسا من الحياة، فحينما تعتق نفسا مؤمنة فكأنك أعدتها إلى الحياة، ربما يكون هذه حكمة من الحكم لا ندري. ولذلك قالوا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة نحو صوم كفارة اليمين أطلق في القراءة المتواترة فصيام ثلاثة أيام، وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة وهي قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فقالوا هذه القراءة الشاذة حجة عند حنفية، فقال ما دام قيد في القراءة الشاذة فهنا يقيد لأن الآية واحدة والحادثة واحدة، فهذا يحتمل البيان من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا الحقيقة يعني أنا أريد أن أورد شيئا على الشافعية، الشافعية رضوان الله عليهم الذين قالوا بأن يحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، لماذا خالفوا الحنفية في قضية فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟ ماشي هي مطلق، دعك من قول مسعود التي هي ليست حجة عند الشافعية، ليست بحجة عند الشافعية، يعني أنا لا أستدل عليهم، لا يعترض بمذهب على مذهب، لا أستدل عليهم بما هو ليس دليل عندهم، لكن أستدل عليهم بطريقتهم. جاء عندنا كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، هنا التتابع، وما دام أنت تقول يحمل مطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد فيجب عليك أن تقيدها أو أن تعدل قاعدتك، أن تعدل هذه القاعدة بحيث تكون أكثر دقة من هذا الأمر. وهناك أيضا موضوع له نسب وهو دقيق أيضا، له نسب بما ذكر فأرجو الانتباه إليه جيدا، ليس صعبا هو جميل حتى لذيذ الموضوع هذا، وهو الموضوع القادم القران في النظم هل يوجب القران في الحكم؟ والقران ليس القرآن، القران في النظم قال الشيخ والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم، يعني إذا جمع الشارع بين أمر وأمر بحرف العطف مثلا هل نستطيع أن نقول بما أنهما اقترنا فإنهما يأخذان حكما واحدا؟ كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهل يمكن لي أن أقول لا تجب الزكاة على من لا تجب عليه الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قد قرن بينهما؟ قالوا لا، ولو كان ذلك لا
إذا انتقض عليهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. يعني هل لك أن تشرك بين هذا وهذا فتقول محمد رسول الله والذين معه رسل الله؟ هذا غير مراد. فاقترنا معا مع الاختلاف في الحكم. على فكرة هذا حتى عند الشافعية وربما عند الأكثرين، يعني حتى عند السادة الشافعية القران ليس بحجة. والمثال الأوضح، طبعا الأمثلة كثيرة في هذا، ولكن المثال الأوضح لهذا وهو حديث عشر من الفطرة. عشر من الفطرة ذكر فيها السواك وذكر فيها كذا، يعني عدد من السنن، قص حلق العانة وقص الأظافر وكذا، وذكر فيها الختان. قال عشر من الفطرة، فهل لي أن أعطيها حكما واحدا فأقول هي جميعا سنن؟ لأنها من الفطرة، أم يمكن أن نفرق بين هذا وهذا؟ الشافعية أنفسهم قالوا الختان واجب، وإن كان قد اقترن بهذه الأشياء التي كلها سنن. لاحظ، لم يعطى حكم باقي الأشياء، فقالوا هو سنة وإن هو واجب وإن اقترن بأشياء مسنونة. عند الحنفية كلها سنن، لكنها سنة بالنسبة للختان سنة مؤكدة جدا، لأن هذه يسمونها سنن الشعار. ما معنى سنن الشعار؟ يعني علامة تفرق بين المسلم والنصراني مثلا، فهذه لا بد منها. ولذلك مثل الأذان هذا، يعني لو تواطأ أهل بلد على تركه يقاتلون، يعني تركوا شيئا من شعائر الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، وأرجو أن لا تغيبوا بعيدا لأننا سنكمل بعد قليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.